بس اليوم اذا اجى وقف فخامه الرئيس يقول هيدا الكلام وانت ادرى من كل العالم، رح يطلع مين يقول له انت صنيعتي، انا وقفت البلد سنتين ونص لجبتك رئيس؟ مين بده يقول له؟ مين عمل ميشيل عون رئيس؟ هيدا دون عقبه وحده يا جبران باسيل، ما فيك تحمل طموحك ومستقبلك السياسي لكل تاريخ ورصيد ميشيل عون. تعا حتى هلا نخلص البلد، ساعتها بتنقذ حالك. هيدي برجع بقول لك دون، لا حزب الله ما بيقدر يقول له لميشيل عون انا اللي جبتك رئيس. بس ممكن حدا يفكر اذا قلت هيك لحزب الله بعضد حظوظ جبران باسيل للخطر. بس حسن نصر الله انا اثق واتيقن انه ما بيقول له لميشيل عون هيك، ما بيقول له انا اللي عليك. اليوم في حفله تخوين بين الطرفين وان كانت من تحت الطاوله. بس مين عم بيخون مين؟ ما حدا، هيدي لعبه انتخابيه متروكه لهامش. روح شد عصبك ونرجع نتلاقى بعد الانتخاب. بالاتفاق برايك؟ باتفاق ضمني غير معلن وممكن تكون محكيه بين شخصين اثنين، ما تساليني من هون رح سميك. لا ما في ما لا لا المهم لا بس خليني ارجع اقول انه ايه عم تقولي لي شو الحل؟ الحل بنرجع منخلص بعضنا. اليوم شو المشكله؟ اليوم حزب الله خايف، وهلا اذا بقول هالكلمه رح اللي ضد حزب الله يطلعوا ينشروا عرضي. نعم حزب الله عنده خوف وخوف مشروع نتيجه التطورات اللي عم بتصير واللي قلته انا. بدنا نطمن حزب الله المقاومه، بس حزب الله بده يطمن خصومه بموضوع المشروع السياسي ولبنان. اللي بيقدر يعمل هذه المعادله بيخلص لبنان. مين في يعملها؟ انا كنت عم بقوله بعدني عم بقول بعد ما 11 شهر مش هنعون غيره، هلا ما في يعملها. مين الشخصين اللي لا مش رح اقول بس برجع بدي ارجع كذر. المعادله اللي بتخلص لبنان تطمين حزب الله بما يتعلق بالمقاومه مقابل تطمين حزب الله للبنانيين بما يتعلق كيف بده يطمئن حزب الله فيما يتعلق بالمقاومة وصار حزب الله عنده نأزة انه هيدي المجموعة هي موضوع مجموعة. قابل عم بحكي عن طير وتحور عن جبران باسيل انه هي عندها هي بوضع موضوع قابل لمصلحتها، بس نكون امام مصلحتها كل ما دق الكوز بالجرة تخوني او تتخلى عني او تبيعني. منشن هيك يا سمار، هيدا الموضوع بيعملوا ميشيل عون وهيدا الموضوع بيعملوه اللي كانوا مؤمنين بانه هذا التفاهم بيكون لصالح بناء مجتمعي مش لصالح خطوة سلطوية. هيدا المشروع بيعملوه يلي من 15 سنة كانوا يقولوا انه هذا التفاهم يجب ان يتم تسقيطه على الناس، على القواعد، على الارض، على الشارع، ما يضل على مستوى الشخصين. ما بدي ارجع اذكر انه شو انعمل من حوارات من لقاءات من ندوات. سمر انت بتعرفي انه بلحظه، بالاذن من كل المعنيين وعم نحكي عن موضوع شخصي، انت بتعرفي انه بلحظه مذيعه الاو تي في طلعت ذاعه اخبار المنار ومذيعه المنار طلعت ذاعه اخبار الاو تي في، مين بيتذكرها؟ اليوم لا حدا بيطلع هون ولا حدا بيطلع هون. ليه؟ لانه بطل هذا التفاهم مشروع اسقاط على مستوى تفاهم شو صار؟ على القطعة. صار حساب سلطوي بحسابات سلطوية، لأنه برجع بقول رجعوا بدي ضل عيدة ولو بدهم يضلوا يسبوا من هلا حتى انقطاع النفس. هذا المشروع كله سوى اللي اسمه ميشيل عون راح نحط عند فلول غازي كنعان ورستم غزالي وأصحاب أصحاب الحسابات المصرفية والسياسية الصغيرة، بطل مشروع وطني. هيدي المشكلة. خليني أرجع على نقطة أساسية. اليوم في مشكل كتير كبير بين التيار والحزب، كمان هلا كل واحد بينكر مثل ما بده، على الأقل في ثلاث نقاط أساسية مفصلية: موضوع البطار، قضية تحقيق مرفق بيروت، عندك موضوع الطيونة، وفي حتى بالموضوع السعودي في هالتباين بوجهات النظر وصمت من هون وصمت من هون، وبالموضوع الحكومة وتفعيل الحكومة والعودة إلى طاولة مجلس الوزراء. اليوم في كلام، اليوم ساعات في كلام من محيط فخامة الرئيس، من محيط القصر الجمهوري، انه هيدا البلد بده يبج، ما بقى يمشي بلا حكومة يشوف حزب الله شو بده يعمل، وما بقى يمشي بلا استمرار التحقيق وكمان يشوف حزب الله شو بده يعمل. كيف بده يقلع الموضوع؟ حزب الله كلامه واضح بهذا الموضوع، البطار كلامه واضح، موضوع الحكومة كلامه واضح. قلتها وبرجع بقولها، هيدا الموضوع يتم معالجته بين الأشخاص اللي بالأساس عملوا التفاهم.
بيقدر جبران باسيل يرجع يلعب هذا الدور، بس بده ينسى كل هودي مجموعة الزحيف اللي عنده وحسابات الجنون والسلطة والمال. وإذا بيرجع على جبران باسيل اللي قاعد هو وزياد عبس بال2006 هني وغالب وزينب يعملوا هذا المشروع، ايه بيقدر يرجع يلعب هذا الدور، وان شاء الله يقدر يرجع يلعب هذا الدور. اذا لا مش العون بده يرجع يلعب هذا الدور لمعالجه هذه المسائل بشكل وطني خارج الحسابات الخاصه. وهون خليني اقول لك بصراحه، الكل بده يتعقلن، الكل يعني بموضوع اذا بدك تاخذهم واحد ورا الثاني، انفجار المرفأ وتحقيقات القاضي بيطار. انا مثلا عندي كثير ملاحظات على اداء القاضي بيطار. انا كنت بفضل انه القاضي بيطار يركز على الاساس بالملف مش على شق الاهمال الاداري. انا كنت ولو كمستوى اعلامي ولو كانطباع، انا كنت بفضل مليون مرة اسمع كل يوم انه انبعتت مذكرة على الانتربول لشوف مالك السفينة وين هو، خبرنا شو عم يعمل يعني بمولدافيا، وليش الشركة ما دفعت حق البضاعة بجورجيا، وليش ما كانوا ناطينا بالموزمبيق، وليش بمصرف مشبوه تم تمويل التركيز على هاو يلي بوحده أكثر ما بس بالمقابل اذا القاضي بيطار ما عمل هاو ما منرد عليه بالشارع، منرد عليه بالقضاء، وعم بيتبين انه بالقضاء كان ممكن الرد. فبالتالي الطرفين بدهم يتعقلنوا تنقدر نوصل على حلول، وهيدي الحلول بدها ناس كبار، بدها ناس كبار، بدها على مستوى مش العون وحسن. طيب بس مين قال انه اذا بدك تسميهم الصف الثاني مش عم يشتغلوا بعلم الطرفين؟ يعني مش عم يشتغلوا من راسهم؟ خليني مبدئ جمله بس من دون ما تعقبي عليها، ما فيك تقلي رجعوا شغلوا وسيط نزيه، رجعوا حكومه على اللواء عباس ابراهيم يشتغل على هذه الملفات. ليك كفت يد اللي بقى عباس ابراهيم، مش قلت لك ما تعرف؟ لا ما فيك تقلي، ارجعوا ما فيك تقلي هيك، بدك تكفي لي معلومتك. ازاحوا اللواء عباس ابراهيم عن هذا الملف بالكامل من وقت الانتخابات، من وقت عفوا من وقت التشكيل الحكومي؟ ايه معروف شو صار. مين زاحوا؟ نسب كلام الى رئيس الجمهوريه انه هو اتطوع لهذا الدور مشكورا، وطلعت بيانات انه نحن مش بحاجه مكلفينه ومش بحاجه للوساطه، مش هيك انه الوضع عن جد خطير. وما عم بحكي لا بالزواريب الشخصيه ولا ناطر شيء من عباس ابراهيم، وكلهم بيعرفوا اصلا مش ناطر شيء من حدا، بس انا عم بحكي لمصلحه بلد. اذا مش قادرين تعملوا التواصل الفعلي، وانتم بتعرفوا، وانت يا جنرال بتعرف كتير منيح انه كل القنوات اللي اعتمدت كانت غير صالحة، غير صالحة.